بينا مساء الخير واهلا بحضراتكم، لقاء جديد وحلقه جديده من الاهلي الليله، وتغطيتنا اليوميه على شاشه قناه الاهلي مستمره للاستعدادات اللي بتجري على قدم وساق بعد وصول بعثه الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي الى تونس، وتحديدا الى مطار قرطاج، ومنه الى فندق الاقامه ومحل اقامه الفريق خلال تواجده هناك وصولا الى يوم المباراه ان شاء الله مع الترجي يوم الجمعه القادمه. وبيتولى رئاسة هذه البعثة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. عندنا أخبار كثيرة النهاردة، بسعد بصحبة حضراتكم على مدار ثلاث ساعات، ومعايا أيضا زملائي الأعزاء محمد سعيد وعمر ربيع ياسين، وهتكون عندنا أكثر من فقرة وأكثر من ضيف وحوارات متنوعة على شاشة قناة الأهلي. نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا الكابتن ياسر رضوان، وايضا هيكون مع زميلي محمد سعيد المهندس ايمن عبد الوهاب، وهو شخصيه بنعتز بيها طبعا لاسهاماته الكبيره فيما يتعلق بنشاط الاولمبياد الخاص الدولي، وهو الرئيس الاقليمي لهذه المؤسسه، فضلا عن التغطيه المتميزه اللي بيقدمها لنا زميلنا عمر ربيع ياسين عن كره القدم في الملاعب الدوليه وكره القدم العالميه. هنبدا مع حضراتكم سريعا باننا الكل عنده ثقه في النادي الاهلي وقدراته وخبرات لاعبيه وخبرات ايضا الكوادر الموجوده في لجنه الكره وفي مجلس الاداره اللي بتقدر تتعامل مع اي مشكله طارئه او اي ازمه او اي توتر قبل مباراه مهمه زي مباراه يوم الجمعه القادمه ان شاء الله نهائي البطوله الافريقيه. والاهلي معروف عنه والخبرات والتاريخ بيؤكد انه بيزداد قوه وصلابه وقت الازمات، وان شاء الله الخبرات الموجوده عند الجهاز الفني واللاعبين ايا كانت القرارات خلال الايام القادمه ان شاء الله الخبرات الموجوده عندنا قادره على حسم البطوله واللقب لصالح النادي الاهلي. سريعا الى اهم الاخبار اللي بنبدا بيها النهارده هذه التغطيه. الاهلي بيحتج على ايقاف ازارو في خطاب رسمي للاتحاد الافريقي، والنادي الاهلي طبعا معروف حرصه انه نادي لا يجادل ابدا في قضيه المبادئ. هذا الخطاب مصحوب بتاكيد من النادي الاهلي بيقول النادي قام بمحاسبه اللاعب لانه ارتكب سلوك غير رياضي، لكن بيندهش او في دهشه وتساؤلات من النادي الاهلي موجهه الى الاتحاد الافريقي عن سبب العقوبات اذا كان حكم المباراه لم تصدر منه اي ادانه لوليد ازارو خلال هذه المباراه، حتى لو كان صدر عن اللاعب سلوك لا يتفق مع الروح الرياضيه او المبادئ الرياضيه ومبادئ ايضا النادي الاهلي. وبيتساءل النادي الاهلي عن محتوى تقرير مراقب المباراه وان كان بيحتوي على اي ادانه لوليد ازارو نجم الفريق الاول في النادي الاهلي من عدمه. وايضا النادي الاهلي بيقول كيف يكون الكيل بمكيالين، بيتساءل عن اليات البحث او كيف يناقش الاتحاد الافريقي ويوجه هذا التساؤل للمسؤولين في الاتحاد، بيقول ازاي تتم مناقشه امور خاصه بلوائح وقوانين ثابته تاريخيا في ملاعب كره القدم الافريقيه والدوليه، ومنها البنود الخاصه بان اللاعب اللي بيحصل على بطاقتين انذارين او البطاقه الصفراء لمرتين متتاليتين بيغيب عن المباراه اللاحقه او التاليه. بيقول من هذا المنطلق كيف يمكن ان ينظر الاتحاد الافريقي، وده تساؤل لدى النادي الاهلي، الى الطلب المقدم من نادي الترجي لمشاركه اثنين من نجومه او لاعبيه في هذه المباراه يوم الجمعه القادمه رغم حصولهم على انذارين. وبيقول ان هذه الامور طبقت كثيرا على النادي الاهلي وغيره من الانديه المصريه والعربيه والافريقيه في مختلف البطولات، ومن غير المقبول هذا الامر، وبينتظر وهو على ثقه من وجود الكوادر لدى الاتحاد الافريقي والعداله في التقييم وفي اتخاذ القرارات اللي ممكن تصب في النهايه في صالح اصحاب الحق في هذه الحاله الا وهو النادي الاهلي، عندما يقول ان اي لاعب حصل على البطاقه الصفراء مرتين متتاليتين لا يمكن ان يشارك في المباراه التاليه مع فريقه. أخبار كتيرة جدا موجودة معانا النهاردة، ومعظمها طبعا مرتبط بوصول بعثة النادي الأهلي وأيضا المخاطبات اللي تمت بين النادي الأهلي وكل من الاتحاد الأفريقي والاتحاد المصري لكرة القدم اللي بيعلن بدوره دعمه الكامل للأهلي في مواجهة العقوبات الأفريقية. التفاصيل مع زميلي العزيز محمد سعيد، تفضل.